في قوانين أنا نحضر فيها. أنا قانون نتاع النقابات، قانون النقابات، احنا نرحب بالنقابات وما فيش دولة تدعي بالديمقراطية ولا تدعي بتقدم اقتصادي هذه بدون نقابة. لازم الحقوق تاع العمال تكون مضمونة وكذا، والقانون يفرق بين النقابة والحزب السياسي. مع الأسف فتنا مع مرحلة وين كان فيه خليط من هذه الأمور هذه. إذن قانون النقابات فات، مازال قانون الأحزاب. قانون الأحزاب وأنا التزمت ونزيد نكررها مرة أخرى أن قانون الأحزاب يندار مع الأحزاب، ما يندارش في مكتب ولا كذا ويتفرض على الأحزاب. لازم نعرف ما هو المهمة نتاع حزب في إطار جمهورية ديمقراطية وشعبية، ما هي المهام، ما هي السلبيات، ما هي الإيجابيات، ونلتزم كلنا بالقانون من بعد.